في الندوة الوطنية الثانية حول الإعلام والاتصال المؤسسات بتونس، طرح عدد من المكلفين بالإعلام والاتصال جملة الصعوبات التي تعترضهم خلال أداء مهامهم، وقدموا حلولا للنهوض بالقطاع وضمان المعلومة الاستباقية. الندوة نظمها مركز سفير للدراسات وتكوين الصحفيين والاتصاليين والجمعية التونسية للمكلفين بالإعلام والاتصال. نحو معلومة استباقية للحد من الأخبار الزائفة وانتشار الإشاعة هو عنوان الندوة الوطنية الثانية حول الإعلام والاتصال المؤسسات في تونس، عنوان يترجم أهمية المعلومة الاستباقية للتصدي للإشاعة. الوقاية من ضد الإشاعة تتحتم علينا جميعا مراجعة أسباب إشاعة المساهمة في تطوير قدرات وتنمية القدرات المعرفية والعلمية والمهنية لدى الاتصاليين. الحد من الإشاعة هو أولا أكثر ديمقراطية، أكثر شفافية، أكثر انفتاح في إيصال المعلومات، ولذلك سنجد أنه في المجتمعات الديمقراطية اللي فيها ديمقراطية إعلام واضحة نجد أن منسوب الإشاعة قليل، وبالعكس في المجتمعات التي فيها غلق لمنافذ الحوار ولمنافذ المعلومات نجد بالضرورة أن التجارة الموازية للإعلام إن شئنا أو للخبر سنجدها موجودة. الندوة حضرها عدد هام من المكلفين بالإعلام، وخلالها قدموا جملة الصعوبات والعراقيل التي تعترضهم في عملهم. الإشكال الكبير هو كونه ما يسمى يعني ثقافة المقاس، يعني الاتصال اللي ما يكونش على المقاس يلقى صعوبات كبيرة، والمقاس فيه صعوبة. الصعوبة الأولانية هو كون صاحب القرار يحب يكون على الاتصال على مقاسه هو، الدور نتاعو يكاد يقتصر على التبرير والتزيين وساعات أصل وغلط الرأي العام، والإعلامي زاد يحب اتصاله على مقاسه عن طريقه هو يحب يخلق الحدث. جملة معناته أنه مكاتب الإعلام اليوم غالبا إذا كان ما نقولش معناتها بنسبة مئوية مرتفعة جدا مكاتب الإعلام ما عندهاش حق النفاذ إلى المعلومة، وهذا من الحاجات اللي قاعدين باش نخدموا عليها باش تكون لنا إن شاء الله جلسات في رئاسة الحكومة انطلاقا من الأسبوع القادم. وقد تم إحداث خالية إنصات صلب الجمعية التونسية للمكلفين بالإعلام والاتصال، دورها الاستماع إلى مشاكل الاتصاليين.